إسرائيل تحضر لعمليات عسكرية وسرية خطيرة على العمق الإيراني، وتفاصيل هذه المسألة أصبحت واضحة مما سرب خلال 24 ساعة الماضية من وثائق عالية السرية تابعة للاستخبارات الأمريكية تحدثت عن تفاصيل التحضيرات الإسرائيلية لتوجيه ضربة لإيران. فجأة هذه الوثائق التي نراها أمامنا قد نشرت على جميع قنوات التليجرام الخاصة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المقربة من إيران على العلن، وتم تأكيد صحة هذه الوثائق من قبل العديد من المسؤولين الأمريكيين والوكالات الأمريكية والأوروبية المرموقة مثل CNN، يورو نيوز، وكذلك أكسيوس، وفتح تحقيق كبير مشترك بين FBI ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وعدد من وكالات الاستخبارات الأمريكية حول كيف تسربت هذه الوثائق بهذه الطريقة. والشكوك تذهب باتجاه ثلاث اتجاهات. واحدة من الاتجاهات ببساطة أن هنالك جنديا أمريكيا أو أي شخص مطلع من الأمريكيين هو الذي سرب هذه الوثائق لصالح الجانب الإيراني، مثل ما حدث العام الماضي من عملية تسريب لوثيقة أمريكية سرية متعلقة بأوكرانيا وحربها ضد روسيا من خلال أحد الطيارين في الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أو أن روسيا هي التي قامت بعملية قرصنة وهجوم سبراني على الجانب الأمريكي وتحصلوا على هذه الوثيقة، خاصة وأن إيران طلبت بداية هذا الشهر من روسيا أن تساعدها في الإنذار المبكر في إعطائها أي صورة أو أي معلومة استخبارية من الأقمار الصناعية أو غيرها ممكن أن تجعل إيران مستعدة بشكل أكبر لمواجهة الهجوم الإسرائيلي، وبالتالي ممكن لروسيا أن تكون هي التي قامت بهذا الاختراق، خاصة وأن إيران أساسا ساعدت روسيا كثيرا في حربها في أوكرانيا، ولما لا روسيا قد تنفذ مثل هذه المساعدة أو تقدم مثل هذه المساعدة للجانب الإيراني، أو أن إيران وقراصنة إيران هم الذين قاموا بمثل هذه العملية، عملية اختراق كبيرة على الجانب الأمريكي وتحصلوا على هذه الوثيقة. وبشكل عام الجانب الأمريكي والFBI وغيرها تميل للرواية الأولى بأن أحد عناصر الجيش الأمريكي أو العناصر المطلعة هي التي سربت هذه المسألة للجانب الإيراني، ولكن لا زالت التحقيقات حاضرة حول كل ما جرى. المسألة الخطيرة والمهمة هي التفاصيل التي ذكرت بهذه الوثيقة. ما ذكر بهذه الوثيقة تحديدا هو أن كان هنالك تدريبين كبيرين للجانب الإسرائيلي للتحضير لهذا الهجوم على العمق الإيراني. ذكرت عدد من التواريخ، التاريخ الأول هو 8 أكتوبر والثالث 10 أكتوبر، والذي تمت الإشارة له بأنه التدريب الأول، ولكن أيضا ذكر تاريخ 15 و16 أكتوبر كالتدريب الثاني، وهذه الوثيقة ركزت على التدريب الثاني الذي هو في 15 و16 أكتوبر، الذي ذكر بأن التدريب كان كبيرا بانتشار كبير للجيش الإسرائيلي. استخدم من خلال هذه التدريبات أكثر من 6 طائرات من طائرات F-35 الشبح، 3 طائرات على الأقل من طائرات KC-707 وهي من طائرات تزويد الوقود الإسرائيلية، وطائرة واحدة فقط من طائرات الجولف ستريم G-550 وهي من طائرات النحشون أورون للاستخبار الإلكتروني. نفس هذا العدد من الطائرات، طائرة الاستخبار الإلكتروني أو طائرات تزويد الوقود، استخدم من قبل الجانب الإسرائيلي مؤخرا تقريبا في 29 من سبتمبر الشهر الماضي في عملية الهجوم على جماعة الحوثي في اليمن، عندما ضربوا 3 مناطق من ضمنها رأس عيسى والحديدة، وكانت من ضمنها أيضا محطة للطاقة الكهربائية. ونشر الجانب الإسرائيلي أساسا هذه الطائرة التي تحدثنا عنها KC-707، وظهرت من خلالها طائرات F-35 الشبح أيضا وهي تشترك بهذه العملية على جماعة الحوثي. كذلك تحدثت هذه الوثيقة السرية بأن هذه التدريبات تمت بقاعدتين، قاعدة إلى جنوب إسرائيل وهي قاعدة رامون الجوية، وقاعدة راما دافيد في شمال إسرائيل كذلك، وراما دافيد هي تعتبر مطارا وتعتبر قاعدة لطائرات F-16 وكذلك F-15 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. الوثيقة الثانية التي كانت قد سربت حول هذه المسألة ذكرت عددا من الأمور والملاحظات من قبل الاستخبارات الأمريكية حول الاستعدادات الإسرائيلية. هي ذكرت ببساطة بأن التدريبات تحديدا 15 و16 من أكتوبر أي في 4 أيام الماضية تقريبا
بأن إسرائيل تدربت على إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، الصواريخ كذلك الموجهة من الطائرات جو أرض وحتى جو جو، وكذلك تدربوا على مسألة الدفاع الجوي بطائراتهم فوق الأجواء الإسرائيلية في حالة أي رد فعل سريع قادم من الجانب الإيراني بعد الهجوم الذي تخطط له إسرائيل، القوات البرية كذلك البحرية الإسرائيلية وحتى استعدادات الطائرات المسيرة. وبالإضافة إلى ذلك ذكرت نقطة مهمة ومثيرة للانتباه، ألا وهو النووي، عملية انتشار للصواريخ أو نشر للنووي. هذه الوثيقة قد تسبب مشكلة طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لأن إسرائيل رغم أن هنالك كثير من التقارير التي تتحدث بأنها تمتلك قنابل نووية، لكن على المستوى الرسمي إسرائيل لم تعترف بهذه المسألة، لكن الوثيقة هنا تتحدث عن نشر للنووي، وهذه مسألة أيضا خطيرة للغاية. ولكن بشكل عام هذه الوثيقة تتحدث هنا بأننا أمام قاعدتين كما ذكرنا قبل قليل، القوات البرية بالنسبة لها وإسرائيل تستعد للقيام بعملية إعادة انتشار تحديدا للقوات البرية الإسرائيلية في شمال إسرائيل، وذلك لأنه في حالة إيران حاولت الانتقام من هذه القوات بتوجيه صواريخ كبيرة أو غيرها لإضعاف القوات الإسرائيلية المنتشرة في الشمال لمساعدة حزب الله اللبناني أيضا، وليس فقط تحقيق ردة فعل على جانب الإسرائيلي، فإن إعادة الانتشار هي ستجعل إيران غير قادرة على تحقيق أي خسائر على القوات الإسرائيلية، وإسرائيل ستستمر في عملية تقدمها في جنوب لبنان. وكذلك أن العملية هنا تتحدث عن أن هنالك رفع لحالة التأهب للمنظومات الدفاعية الموجودة في الداخل الإسرائيلي، أو حتى رفع حالة التأهب والانتشار البحري للبحرية الإسرائيلية استعدادا لأي هجوم، وكذلك نشر للصواريخ كما تحدثنا أو النووي كما لاحظت هذه الوثيقة، وأيضا للطائرات الجوية في نفس الوقت. وما هو أخطر من كل ذلك هو عمليات تدريب على عملية سرية بالطائرات المسيرة الإسرائيلية في قاعدة رامون الجوية لتنفيذ عملية سرية على العمق الإيراني، وهذه مسألة مثيرة ومهمة للغاية، وواحدة من المؤشرات التي تؤكد أن هنالك تدريب فعلي على هذه الطائرات المسيرة في قاعدة رامون تحديدا، هو انذار وصافرات انذار كانت قد ظهرت في تلك المنطقة تحديدا بالقرب من قاعدة رامون في اليوم التالي في 17 أكتوبر. سنرى التوقيت أيضا، هذه قاعدة رامون وكانت عملية الانذار حاضرة هنا في هذه المنطقة، هذه هي لحظة الانذار، لاحظ هذه هي لحظة الانذار كما نلاحظ وصافرة الانذار التي لاحظت بأن هنالك خرقا لإحدى الطائرات المسيرة كما نلاحظ، وتسجيل هذا الانذار كان في 17 أكتوبر أي اليوم التالي من 16 أكتوبر، لكن في الساعة 1:12 تقريبا في الليل، وبالتالي هي ليلة 16 على 17، مما يرشح فعلا أن هذه الوثيقة دقيقة في كل التفاصيل التي ذكرت خاصة في استخدام الطائرات المسيرة لعملية سرية من المفترض أن تنفذ على العمق الإيراني. ويبدو بأن إسرائيل تتدرب لتجنب الرادارات والمنظومات الرادارية التي ممكن أن تواجهها، إن تمكنت من تجنب المنظومات الرادارية في الصحراء في جنوب إسرائيل فإن هذا يعني هي قادرة على الخلاص من المنظومات الرادارية الإيرانية بكل تأكيد، هذا هو الواضح من طبيعة هذا التدريب طبعا. وبالتالي هنا نلاحظ أيضا بأن استخدام قاعدتين بهذا التدريب هو يوضح بأننا قد نكون أمام مسارين لعملية الهجوم من قبل الجانب الإسرائيلي بكل تأكيد، تأتي عبر الأجواء العراقية، وأن هذه المسألة أيضا باستخدام الطائرات المسيرة هو يوضح بأن طائرات F-35 الطائرات المسيرة، يعني أن إسرائيل تريد اختراق الأجواء الإيرانية في بادئ الأمر، مناورة كل المنظومات الرادارية والمنظومات الدفاعية، وأن تبدأ بالهجوم قبل أن تشعر إيران بأن هذا الهجوم قد تم بسبب أن هذه طائرات شبحية والطائرات المسيرة قادرة على تحقيق المناورة المطلوبة لضرب أهدافها من اتجاهين مختلفين، قد يكون الاتجاه الأول هو يأتي باتجاه العاصمة الإيرانية طهران، والاتجاه الثاني يأتي باتجاه أصفهان ومفاعل نطنز، هنالك الكثير من الأهداف التي ممكن أن تبحث إسرائيل عن استهدافها. لكن عندما نتحدث عن الطائرات المسيرة فهذه الطائرات المسيرة لن تحلق من إسرائيل حتى تحقق هذا الاستهداف على الجانب الإيراني. طبعا إن استخدمت إسرائيل الطائرات المسيرة كما تتدرب بحسب هذه الوثيقة بحسب الإنذار الذي جاء في 17 أكتوبر، هو يعني بأن هذه الطائرات المسيرة قد تنطلق من أي دولة مجاورة مثل أذربيجان على سبيل المثال لكي تدخل على العمق الإيراني وتنفذ
مثل هذه العملية الخطيرة. المشكلة أن التسريب هذا الذي نتحدث عنه الآن والذي جاء من الولايات المتحدة الأمريكية جعل الأوساط الإسرائيلية تتحدث بأن إسرائيل قد تفقد الثقة تماما بالولايات المتحدة الأمريكية وتتوقف في عملية مشاركة المعلومات فيما يتعلق بالهجوم على إيران، خاصة هذا الهجوم القادم بسبب مثل هذه التسريبات، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مثل هذه التفاصيل والوثائق السرية العسكرية الخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى العلن. تم هذا الأمر في زمن الديمقراطيين، في زمن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، تحديدا في عام 2012، تحديدا في الفورم بوليسي، هي التي ذكرت بأن إسرائيل تمتلك الآن نفوذا في مطارات أذربيجان. وكانت هذه مفاجأة كبيرة لأن أذربيجان جارة لإيران وتحولت إلى قاعدة للجانب الإسرائيلي، وبالتالي الديمقراطيين بالنسبة لهم هذه ثاني مرة يقوموا بتسريب مثل هذه التفاصيل في توقيتات حساسة للغاية. كذلك أن هذا التسريب وما هو مثير للأمر ومثير للانتباه يأتي تقريبا قبل 15 يوما فقط من الانتخابات الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، وقد يكون السبب هنا من أجل تأخير الهجوم الإسرائيلي قدر الإمكان، خاصة وأن أي ضربة من قبل الجانب الإسرائيلي على إيران وردة فعل من إيران كبيرة قد تطال المنشآت النفطية أو غيرها تؤدي إلى رفع أسعار النفط. رفع أسعار النفط يعني رفع الأسعار في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي سيؤثر على الديمقراطيين وعلى كامالا هاريس وسيخدم دونالد ترامب. بالتالي تأخير الهجوم قدر الإمكان يصب بمصلحة الجانب الديمقراطي، خاصة أيضا وأن 48 ساعة الماضية شهدت تقدما لدونالد ترامب بحسب ريل كلير بوليتكس الذي أوضح للمرة الأولى على الإطلاق بأن دونالد ترامب الآن متقدم على كامالا هاريس. رشح ريل كلير بوليتكس بأن ترامب قد يتحصل على 312 نقطة في هذه الانتخابات ويفوز في ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا وكذلك أريزونا، تقريبا كل الولايات المتأرجحة يفوز بها بحسب طبعا هذا الموقع المهم للغاية. ولاحظ أن الفترة الماضية هاريس كلها متقدمة، لكن فجأة دونالد ترامب يتقدم هنا في أحسن الأحوال. موقع DDHQ أوضح بأن ترامب وهاريس متعادلين حتى هذه اللحظة 50% إلى 50%، لكن ترامب طبعا هو الذي يتقدم، هو الذي يصعد ويرتفع، وهاريس هي التي تنخفض كما نلاحظ هنا. وكانت الأمور في 16 أكتوبر لصالح كامالا هاريس بحسب موقع إيمرسون، لكن أيضا ترامب تلاحظ بحسب هذه الصورة هو يقترب ويقترب شيئا فشيئا، وها هو ترامب الآن أصبح خطيرا للغاية على كامالا هاريس. وكامالا هاريس تركز على الولايات المتأرجحة خلال الأيام القليلة الماضية، قامت بتسع عمليات توقف في ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، وهي تركز أيضا على بنسلفانيا بشكل كبير، خاصة وأن عملية التصويت والأصوات المبكرة الآن قد بدأت تأتي، بدأ التصويت المبكر فعلا، وبأن 64% من الديمقراطيين تقريبا قد صوتوا تصويتا مبكرا، بينما الجمهوريين 27% منهم هم الذين صوتوا حتى هذه اللحظة من خلال عملية التصويت المبكر. بالتالي هي تحشد قدر الإمكان للفوز في بنسلفانيا التي ستكون مهمة بالنسبة لكامالا هاريس للفوز طبعا على دونالد ترامب. وبالتالي تأخير الهجوم هو مثل هذه الوثيقة وتسريبها قد يؤخر فعلا الهجوم، لكن أيضا قد يغير طبيعة الهجوم الإسرائيلي، لأن إيران ستستعد بشكل أكبر مع معرفتها لكل هذه التفاصيل التي نشرت، وأيضا في نفس الوقت بأن إسرائيل قد تذهب إلى هجوم أكبر وأبعد مما هو مخطط له، خاصة بعد عملية محاولة الاغتيال من حزب الله اللبناني بطائرة صياد 107، وهي في الأصل طائرة مسيرة إيرانية الصنع استخدمت للهجوم على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية تحديدا. والمشكلة والأساس في هذا الموضوع أن حزب الله اللبناني في حقيقة الأمر لا يعرف أين منزل بنيامين نتنياهو، لكنه عرف هذه المسألة من مصادر مفتوحة كانت قد نشرت خلال العام الماضي، تحدثت عنها هارتس تحديدا بأن منزل نتنياهو معروف على الأونلاين، أي شخص ممكن أن يعرف أين هذا المنزل، ونشرت هذه الصورة أساسا منذ العام الماضي لمنزله، وبالتالي حزب الله استفاد من هذه طبعا المصادر المفتوحة لكي يصل إلى طبيعة هذا المنزل وأن يضع هذا المنزل من ضمن بنك أهدافه، وهو فيلا خاصة ببنيامين نتنياهو تحديدا. وسنلاحظ بأنها في قيسارية، منزل بنيامين نتنياهو إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي
سنرى بأنه متطابق مع هذه الصورة، هذه هي نفس الصورة وهذا هو منزل بنيامين نتنياهو الذي نراه أمامنا طبعا. وطبيعة الاستهداف كانت فعلا خطيرة من قبل هذه الطائرة المسيرة من قبل حزب الله اللبناني الذي استهدف هذه النقطة تحديدا. تلاحظ هذا الاتجاه من هذه الفيلا هي التي كانت قد استهدفت بالطائرة المسيرة، بالتالي أن يضرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعني ردا على رأس النظام الإيراني كما يعتقد بعض المحللين طبعا أن ذهبت إسرائيل إلى هذا الاتجاه. بالتالي يبدو أن الخطة الإسرائيلية قد تتغير، لكن أيضا قد يعني تأخيرا في الهجوم الإسرائيلي على العمق الإيراني.